أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد مصطفى، مدير وشريك في ريلز بليارد. أستاذ مصطفى، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. أهلا بداية وسهلا فيكم. حابب نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. يا أهلا وسهلا فيكم في ريلز. أنا مصطفى الزبداني من بيروت لبنان. قررنا نفتح بزنس في الإمارات، تحديدا في دبي. وكانت الفكرة أنه نفتح محل يكون ترفيهي وبنفس الوقت كمطعم. فجمعنا فكرة صالة بلياردو مع الكمبيوتر جيمينج، أونلاين جيمينج، والأكل طبعا. والحمد لله كان مشروع كويس بداية، وتطورنا بعد حوالي السنتين فتحنا فرع تاني، وكمان بال 2019 فتحنا فرع ثالث الحمد لله. وكانت بداية كويسة جدا لحد ما بتعرف، وكل الناس بتعرف، اجت كورونا وكانت شوي قاسية علينا. بس كمان الحمد لله بفضل الله والشيوخ الإمارات عملوا خطة محكمة عشان نقدر نستوعب الجائحة وقدرنا نتخطاها. وهلأ الحمد لله موجودين في JLT بالفرع الأساسي الأول بفضل الله كمان وفضل شيوخنا كمان. الوضع كان ممتاز ابتداء من سنة الماضي وقت ابتدوا بالأكسبو بلشت تكبر والأمور أكيد يرجع الوضع الطبيعي، رجعنا على الطبيعي بالفعل. وأحسن من الطبيعي كمان بالفعل. حابين أيضا نتعرف عن الخدمات، الأكلات، خبرنا أكثر عن هلأ هو الأكلات. نحن ليك الناس تجي لتلعب أكيد صح، فلتقدم لهم أكل لازم يكون فاست فود، فالأكل السريع اللي مثل البيتزا والبرجر والساندويشات، وفي عندي صحون كمان موجودة. بس الحمد لله يعني الكواليتي تاع الأكل يعني ممتازة. أستاذ مصطفى، طبعا تعرف في دولة الإمارات خصوصا في إمارة دبي المنافسة شرسة وشرسة جدا في جميع مجالات العمل. لازم يكون عندك شيء مميز تختلف فيه عن باقي المنافسين. شو اللي بيميزكم في ريلز عن باقي المنافسين؟ التميز اللي عندنا هو أول شيء الأسعار المدروسة جدا، خاصة بالنسبة للمنطقة اللي نحن فيها من دبي. فبس تقول عندي أنا ساعة الكمبيوتر ابتداء من 5 دراهم، يعني هذا سعر جدا مدروس طبعا ومنافس جدا لكثير من الأماكن اللي مثل محلنا. وبالنسبة للأكل كمان عندي أنا الأكل أسعاره مدروسة ابتداء، عم تحكي ساندويتش ابتداء من 10 دراهم، هاي ما بعتقد بتلاقيها بأي مكان تاني زي مكانها. والكواليتي بتاع الأكل أكيد ممتازة جدا. طبعا حابين أيضا نتعرف عن الهدف والرؤية المستقبلية اللي حاطينها في ريلز. أكيد مثل ما كانت بدايتنا وكانت رؤيتنا أنه نفتح أكثر من فرع، الرؤية لازالت وقائمة كمان، أنه كمان نفتح إن شاء الله قريبا فرع ثاني وثالث ورابع بإذن الله. إن شاء الله طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق والتميز. شكراً. من قناة ABC العربية لريلز بلياردو الأستاذ مصطفى. حابين نتكلم عن الأمن والأمان في دولة الإمارات وكيف ممكن يساعد على استقطاب مستثمرين من خارج الدولة أو حتى على استقطاب مستثمرين من داخل الدولة. أكيد أكيد ما في شك بالنسبة للأمن والأمان، يعني عم تحكي ببلد بالقائمة 10 أوائل بالأمن والأمان بالعالم. فهذا أول شيء لازم الواحد يدور عليه ليجي يستثمر في البلد اللي هو الآمن. هاي بالرقم واحد. واقتصاديا كمان من أقوى البلدان الاقتصادية، ف ما في شك لازم الواحد هاي أول شغلتين لازم يدور عليهم عشان ويجي على البلد اللي هو ناوي يفتح فيه بزنس. أكيد طبعا نشكرك على ظهورك معنا اليوم. وسهلا فيكم، شرف كان لنا الشرف اليوم. وحابين في نهاية الحلقة قبل ما نختم ناخذ كيفية الوصول والتواصل لريلز بلياردز. ريلز سهل جدا في JLT أبراج بحيرات جميرة في دبي، أكيد كلاستر سي. ممتاز، شكرا لك مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين. أهلا وسهلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.